فيما يستعد الرئيس القادم لمصر المشير عبد الفتاح السيسي لترتيب أوراق الحكم والبدء في بناء الجمهورية الجديدة، ثمة تحديات يعيشها المشهد المصري يرى فيها مراقبون أولوية لا تحتمل التأجيل. التحديات التي يواجهها ابن المؤسسة العسكرية الذي خطف الأضواء بقيادته مرحلة الإطاحة بحكم الأخوان، يتصدرها الملف الأمني حيث يعلق عليه المصريون آمالا كبيرة، مترقبين بإلحاح عودة الاستقرار وبداية دوران عجلة الاقتصاد الذي أنهكته أعوام من عدم الاستقرار. فوز السيسي الكاسح في الانتخابات الرئاسية مؤشر إيجابي يرى فيه المتابعون رسالة ثقة كبيرة من الشعب المصري للبدء في مرحلة الإصلاحات التي قد تتطلب قرارات صعبة. هذه الثقة عكستها المؤشرات الأولية لمركز ابن خلدون والتي أشارت إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات تراوحت بين 48 و 53% بعكس ما روج له أنصار جماعة الإخوان. الاتحاد الأوروبي أضفى مزيدا من الإيجابية على أجواء الانتخابات بتأكيده على أنها احترمت القانون رغم إشارته لغياب عدد من لاعبي المعارضة عن المشاركة. الانتخابات الرئاسية تم تنظيمها في إطار من احترام القانون وجرت في هدوء مع عدد محدود من الانتهاكات. وفيما تتوالى الرسائل الإيجابية عن الانتخابات تتواصل الدعوات للإخوان من أجل العودة ولكن بشروط جديدة تحترم اختيار الناخبين. ومع تزايد الدعوات عبر وسائل الإعلام المختلفة التي حملت العديد من المطالب السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتطلعة جميعا لتحسين الأوضاع في مصر، يبقى هاجس الإرهاب ومكافحته أولوية لا تحتمل التأجيل، ولم تخبو أصوات المطالبين بها وسط زخم الاحتفالات الصاخبة من أنصار السيسي. راشد العيد، العربية.